عشان ندي مثال بقى لكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي، هنوري مثال لحاجه اسمها مانداتوري ريسبيريشن، حاجه اسمها سبونتينيوس ريسبيريشن، وحاجه اسمها تريجرد ريسبيريشن او تريجرد انسبيراتوري سايكلينج. اوكي، اول مثال هنا دوت ده المانداتوري اكسبيريشن، مانداتوري ريسبيريشن عموما يعني، اوكي كويس، او مانداتوري انسبيريشن. المانداتوري انسبيريشن ده اللي بيحصل فيه ان احنا الكيرف اللي احنا شفناه دوت بتاع ان احنا بننفخ اللانجز من بره ببريشر عالي، اوكي ده احنا فعليا بنعمل له ابلكيشن بريت عالي جدا باستعمال المكنه. يعني احنا هنا ناسيين خالص ان البيشنت ده عنده ريذم، واحنا اللي بنتحكم في الريذم بتاع الانسبيريشن من المكنه، فبحط البريشر بتاعي ده مانداتوري. يعني انا بتحكم انا في اللانجز بتاعت البيشنت بتبتدي تحصل لها انسبيريشن امتى واكسبيريشن امتى باستعمال المكنه، فده بنسميه مانداتوري ريسبيريشن او مانداتوري انسبيراتوري سايكلينج. اوكي، لو انا قللت شويه الريت دوت، اوكي بيبتدي عندي في النص يحصل في حاجه اسمها سبونتينيوس بريذنج. سبونتينيوس بريذنج معناها ان البيشنت يبتدي يحاول ياخد نفسه بنفسه، يعني ده الريذم بتاع البيشنت نفسه بقى. اوكي، فلما بيطلع عندنا الريت بتاع البيشنت او الريذم بتاع البيشنت ده في الجزء دوت، يبقى معنى كده هو في الجزء دوت المكنه مش بتساعده باي شكل من الاشكال. المكنه بتساعده هنا وبتساعده هنا، يعني بتحط له هنا بتبتدي له هنا انسبيراتوري سايكل وتبتدي له هنا انسبيراتوري سايكل وتبتدي له هنا انسبيراتوري سايكل، بس في النص هنا ما بتساعدوش خالص. ده طبعا في الجزء دوت بيبقى عندنا الجزء اللي هو اللي هنا ده هو بيحاول يتنفس، بس طبعا ممكن هو يعرف يتنفس او ممكن ما يعرفش يتنفس، فدي مشكله. فالنقطه ان احنا بنحاول يعني دايما البيشنت بتاعنا بيخش في الاول خالص لما يكون حالته سيئه بيتحط على المانداتوري بريذنج، بحيث ان هو الماسلز بتاعته ويعني ما بيبقاش عليها اي افورت خالص. نبتدي بعد شويه نقلل الريت بتاع المانداتوري بريذنج ده بحيث نسمح للجزء بتاع السبونتينيوس بريذنج ده ان هو يبقى موجود، ونحاول ان احنا يعني نشوف اذا كنا نقدر نساعده ولا لا. عشان نساعده في نفس الوضع ده هو بنعمل حاجه اسمها سبورتد بريذنج. اوكي، سبورتد بريذنج ده او تريجرد بريذنج نفس المعنى، معناه ان احنا دلوقتي لما بنحس ان في يعني المكنه نفسها لما بتحس ان في نيجاتيف بريشر في مكان ما فيهوش سايكل، يبقى تعرف ان البيشنت بيحاول ياخد نفس، يبقى معنى كده بتحط له هي بريشر من بره بحيث انها تساعده في الايه في عمليه البريذنج بتاعته هنا، يتحاول تساعده في الانسبيريشن بتاعه ساعه ما يكون عايز ياخد ايه ياخد نفس هنا. اوكي، فمعنى كده هنلاقي ان عند الاماكن دي كلها كل الاماكن اللي موجود فيها spontaneous breathing attempts بحط هنا supported breathing waveform، يعني بحط له من بره pressure بحيث ان هو يساعده ان هو يعمل البريذنج ده مع الافورت بتاعه هو نفسه. فده طبعا بيبقى لو انا بتكلم على ان انا يعني بحاول اساعد البيشنت ان هو يبتدي يعني شويه بشويه ان هو يريكفر، يبقى معنى كده بساعده بحاجه زي كده اكتر قبل ما بعمل حاجه زي كده. يعني بساعده حاجه زي كده الاول لغايه لما ابقى متاكد ان هو يعني عارف ان هو يعني يتنفس، وبعد كده اسيبه بعد كده يعمل السبونتينيوس بريذنج بعد كده بنفسه. المشكله بتاعه الويف فورم دي كالاتي، ان انا عندي هنا مثلا هلاقي سبورتد بريذنج هنا وبراها على طول مانداتوري بريذنج، كويس، فمعنى كده الاثنين دول انسبيريشن، خلي بالكم. فمعنى كده انا دلوقتي يعني بقى في عندي تو انسبيريشنز جنب بعض قوي، مش مفروض انها تكون كده. فالاحسن بقى من كده ان احنا لما يكون عندنا وضع زي كده ان احنا نعمل حاجه اسمها سينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن معناها ايه؟ معناها لما الاقي ان البيشنت عاوز يعمل سبونتينيوس بريذنج هنا وعارف ان انا المفروض عندي وقت بتاع مانداتوري بريذنج بعديه بشويه صغيرين، بموف السايكل دي كلها تبقى هنا. يعني زي ما انتم شايفين كده بدل ما كانت السايكل بتاعتنا هنا اللي هي بتاعه المانداتوري بريذنج، نقلناها في مكان الايه، نقلناها في مكان السبورتد بريذنج. يعني اكني بالظبط لما جت السبونتينيوس بريذنج دي عملت تريجرنج للايه للمانداتوري بريذنج انها يبقى عندها هنا كده. فدي عشان كده بنسميها سينكرونايزد بريذنج. اوكي، الجزء بقى اللي هو زي اللي في النص ده اللي هو جالي فيه سبونتينيوس بريذنج مفيش حاجه جنبيه، يعني في النص كده مش جنب اي حاجه ثانيه، ده بسيبه زي ما هو يبقى برده سبورتد او تريجرد. هنا برضو هلاقي ان المسافة بين الاتنين دول صغيرة قوي، فبرضو هموف دي تبقى ايه، تبقى هنا زي ما احنا شايفين كده المانداتوري بريذنج ده اتحرك بقى هنا. اوكي، وهكذا. طبعا احنا ممكن ما نعملش اصلا مانداتوري خالص، ممكن احنا نعمل بس سبورتد. سبورتد معناها الاماكن اللي فيها سبونتينيوس بريذنج هنا
هي الاماكن دي كلها، يبقى كل مكان من دول وقت ما احس، وقت ما المكنه تحس ان هو بيحاول ياخد نفس، مجرد بس تديله سمول بريشر عشان يحاول ان هو ايه تسهل عليه شويه، تسهل على الماسلز بتاعت الريسبيريشن بتاعته شويه علشان يقدر ياخد نفس بتاعه بشكل اسهل. فطبعا دي يعني ملخص لكل الموز اللي احنا ممكن نشوفها اكشولي في كل المكان بتاع الفنتيليتورز. اوكي، عاده زي ما كنت بقول البيشنت لو هو حالته سيئه بيبتدي بحاجه زي كده بحيث ما يبقاش فيه اي افورت خالص على الريسبيراتوري ماسلز. بعد كده ممكن اقلل الريت ده شويه، بس بس احنا نقلله ويبقى في عندي سبورت للايه، سبورت للبريذنج اللي هو السبونتينيوس بريذنج. اوكي، بعد كده بتنقل من ده، او يعني طبعا ما يستحسنش ان انا استعمل ده، يستحسن ان انا استعمل السينكرونايز اللي هو ده عباره عن ده الفيرجن اللي هي السمارتر فيرجن من ده، يعني دي اذا سمارتر فيرجن اوف سي. اوكي، وانس ان هو خلاص بقى هنا وابتدت حالته تتحسن شويه اديله بعد كده سبورت، بس يعني مجرد ان انا هشيل بقى المانداتوري خالص، ومجرد بس ان انا بستنى لما يكون في عنده سبونتينيوس بريذنج واساعده ان هو يعمل البريذنج باقل مجهود ممكن. بعد ما يتحسن بقى عن اي دي خلاص هو بيتساب بعد كده يبقى ايه اللي هو مجرد سبونتينيوس بريذنج بقى يتنفس كده بقى بالبيس بتاعه خلاص، يعني اتشال من على الفنتليتور خالص. اوكي، فطبعا الحاجات دي مهمه جدا عشان نفهمها ونتخيل هي عباره عن ايه، عشان بعد كده كل المودز بتاعت الفنتيليشن هي عباره عن كومبينيشن من الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها هنا دي.